معنا الأستاذ عبد الله الزماني، نائب رئيس العلاقات العامة والأرشيف بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، للرد على المتصل أبو أحمد فيما يتعلق بعدم الانتهاء من توصيل الكهرباء إلى منزله الكائن في السيوح 11، والمسألة مرتبطة ما بين يقول هو الأشغال والكهرباء، الأشغال تقول لسر الكهرباء والكهرباء يقولوا لسر الأشغال، وتام لا واقف. أستاذ عبد الله السلام عليكم ومساك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله أخي محمد، كيف الحال أخي الفاضل؟ يا حياك الله يبارك فيك حظك يا رب. الله يبارك فيك. الحين أبو محمد ومعارف الكهرباء يقولوا لسر الأشغال، والأشغال يقولون لنا إحنا خلصنا شغلنا سر الكهرباء، وأبو محمد في النهاية في نهاية المطاف يبى يخلص شغله ويبى يوصل الكهرباء ويبى يتحول، والأشغال أو الكهرباء في النهاية حكومة الشارجة، صح ولا لا؟ فكيف طبعاً تنحل المسألة هذه سيد عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم لتواصلكم ويانا، والأخ أبو محمد بارك الله فيك شد مقدم عندنا طلب في عام 2019 تسوية طريق وتم التامنة، فرش طريق حصري كامل وتسوية الأرض وتم التامنة وزاد كثبان الرملية، والحمد لله رب العالمين البيت كامل خلص، وشد راجعنا الأخ أبو محمد وقال أنا أبغي أوصل الكهرباء. فنحن طبعا نشكر هذه الكهرباء ومياه الشارقة، وهي ما ننكر دورها شريك استراتيجي، وفهمنا الأخ أبو محمد أن بخصوص المحبات الكهربائية هذه كل بخصوص هذه الكهرباء بالشارقة أسوة بالاتصالات وأسوة بشركة دو، وفهمنا وقلنا لك كل شيء، وتم التواصل عقد عدة اجتماعات مع هيئة كهرباء الشارقة وتوضيح النقاط شو دور دائرة الأشغال العامة وشو دور هيئة كهرباء الشارقة. يعني دوركم أنتم خلصتوا؟ دورنا خلصناه وفهمناه وشرحناه وتواصلنا إياه، وكل ما يزورنا نقول له، وتواصلنا مع هيئة كهرباء مياه الشارقة بعد اليوم طرشناهم رسالة رسمية إنه بخصوص أبو محمد وطلبه ودور دور الهيئة ودور الدائرة. طيب معنى ذلك الموضوع بالنسبة لأبو محمد بعده واقف، يعني أنتوا دوركم جزاكم الله خير أنهيتوا مثل ما أنت تقول، لكن الأخوة في الكهرباء يقولون لا بعد ما انتهى. لأن شفت المحولات الكهربائية في هيئة كهرباء الشارقة أدرى يعني العمق والطول، وإذا يبغون يسوون نفس المسار أو غير المسار. أما بخصوص دور دائرة الأشغال العامة تم عمل تسوية على المناصيب، وتم عمل طريق حصوي من الشارع الرئيسي لين الفيلا، وتم إزالة كثبان الرملية بالكامل محيط 5 متر من كل جهة لبناء السور. واضح. طيب شو علاقة دو؟ بس أنا سمعت تقول لي دو شركة دو الاتصالات هي هناك نفس الشيء تحفر مسارات حق الخطوط الاتصالات الخاصة فيها. شركة اتصالات نفس الشيء تحفر المحاولات الخاصة فيها. فبالتالي أنت تبى تقول بأن مثل ما تسوي دو اتصالات أن الشركات هي اللي تقوم بعملية الحفر، كذلك الأخوة في هيئة كهرباء مياه الشارجة يفترض أن هم اللي يحفرون هم اللي يوصلون. والله شو ما ننكر دورهم، هم شريك استراتيجي وكلنا كمل بعضنا، بس كل دائرة لها دور خاص فيها. يعني انت تبى تقول كلام هذا بس ما ادري بك ما اعرف ليش ما تقوله، يعني لا ما بدي ما اقوله، بس كل دائرة لها شغلها، يعني انت تسالني اختصاص دائرة. فبالتالي هذا شغل هيئة كهرباء مياه الشارجة، هات تقول لان هي ادرى بالمسار الكيبل، ادرى بالحفريات كم لازم تكون الاعماق، ادرى بالمناسيب اللي هم محتاجين حق المحاولات الكهربائية. طيب ما حاولتوا انتم كدائرة تتواصلون مع الاخوة في هيئة كهرباء مياه الشارجة حتى تشرحوا لهم الامر هذا فتنحل الاشكالية؟ لان في النهاية المتضرر الاخ ابو محمد. يعني كان في عدة اجتماعات بينهم الحمد لله، وطلعنا بالنتائج إن شو دورنا وشو دورهم، واليوم بعد نفس الشيء الحمد لله طرشنا رسالة حق هيئة كهرباء الشارقة بخصوص موضوع الريال يشوفونه لأنها من دورهم. هذا اليوم صار الكلام. إيه نعم. طيب إن شاء الله بعد نحن من جانبنا بنشوف، الأخ قالنا يعني دائرة الأشغال عامة، لكن بعد بنشوف إن شاء الله الأخوة في هيئة كهرباء مياه الشارقة وشو ردهم في الموضوع هذا. بارك الله فيك، توصلني الريال اليوم وقلنا له ان شو بعد مره ثانيه شرحنا له شو دور دائره الاشغال العامه وشو دور هيئه كهرباء مياه الشارقه. بس هي تفضل وجهك. نحن من جانبنا كذلك تواصلنا مع الاخوه في هيئه كهرباء مياه الشارقه ونترياهم كذلك يردون علينا في الموضوع هذا، الله حق انتم كنتوا اسرع في الرد، الى الان ما يعني اي رد من هيئه كهرباء مياه الشارقه، مع ذلك بنتواصل وياهم ان شاء الله وان شاء الله بيردون وتتضح. بس نحن في النهايه نبى مشكله ابو محمد تنحل. نحن يوم نتكلم عن ابو محمد ما نتكلم عن شخص واحد، اعتقد في عشرات من الاخوه بنفس المساله هذه. يعني اكيد طبعا. بارك الله فيك، بس انا بعاقب على موضوع بارك الله فيك. نعم. نحن في عام 2016 عندنا 196 طلب في السيوح من 9 إلى 15. 100 كم؟ 96 طلب ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، وبتكلفه تقريبا 35 مليون درهم. هذه انتم سويتوها؟
دائرة الأشغال العامة. دائرة الأشغال العامة 35 نعم. مليون هي اللي قامت بقضية الحفر نعم. والمسائل هذه. هذه بعد السنة ما خلصت. مش دار الحمد لله شغالة على مشاريعها باستمرار. طيب يمكن عشان كذي الأخوة في الكهرباء قالوا خلاص بما أنكم أنتم اشتغلتوا حق الثانيين فهذا بعد نفس الأمر يعني. لا بارك الله فيك ما يشتوي لأن هيئة الكهرباء والشرقة لها مناسيب خاصة فيها بالمحاولة الكهربائية. لها اشتراطات ومواصفات معينة هي أدرى بها. أدرى فيها يعني إذا قالوا اليوم مثلا محول هنا باكر يمكن غيروا مكان المحول غيروا مكان المسار فما تترك دائرة الأشغال العامة تدخل في الأمور هاي لأن دائرة الأشغال العامة لها اختصاصات خاصة فيها بارك الله فيك. طيب يعني نحن معناها لازم نكلم الأخوة في هيئة الكهرباء مياه الشارجة. نحن طرشنا الخطاب من عندنا اليوم ويعني إن خلاص الموضوع. الموضوع عندهم يعني الكرة في ملعبهم قصدك. الكرة بارك الله فيك كيف طيب. متحفظ وايد لا لا هو متحفظ لأنهم نفس الوقت هي الكهرباء شركة استراتيجية لنا وكنا دوار لا شك نكمل بعضنا يعني. نحن لا ننتقد الهيئة بالعكس الهيئة جزاها الله خير متفاعلة ومتعاونة معنا لأبعد الحدود لكن نحن عندنا الأخ أبو محمد لجأ للبرنامج ويبى مساعدة سواء من الأشغال أو من الكهرباء بحيث أن تنحل إشكاليته وإذا ما انحلت من الأشغال بتنحل من الكهرباء نحن على ثقة وعلى يقين بهذا الأمر لأن الأخوة في الكهرباء لا يمكن ولا يرضون بأن يبقى أبو محمد يعني متعطل بسبب كائن من يكون. بارك الله فيك مشكور سيد عبد الله جزاك الله خير بس بتواصل بعد عندنا في السيوح 10 والسيوح 12 والسيوح 13 مسح شامل الحمد لله وفي كل سيوح تقريبا يقارب 700 قطعة أرض فهي عن السيوح من السيوح 9 إلى 15 هاي دور دائرة الأشغال العامة والمهام قامت فيها على الطلبات اللي انتهت في عام 2019 والتكلفة بارك الله فيك جزاك الله خير وحبينا ننوه عن منبركم أي شكوى أي اقتراح أي استفسار عبر موقع الدائرة أي منتفع يقدر يقدمه خلال 3 أيام يكون الرد موجود جاهز من عندنا مسلسل إجراءات في مؤشر يعني إذا أنا عندي أي ملاحظة على على عمل وزارة دائرة الأشغال ودخلت الموقع واشتكيت وقدمت ملاحظة خلال 3 أيام تردون علي خلال 3 أيام أرد عليك ممتاز. شو شكواتك شو فيها وشو ما فيها ووصلت وإذا امتصاص الدار ولا لا وأنا أقول للأخوة المستمعين الجؤوا للموقع الإلكتروني وخلال 3 أيام ما ردوا عليكم ترى نحن موجودين كذلك حاضرين جزاك الله خير بارك الله فيك مشكور سيد عبد الله جزاك الله خير حياك يا وسهلا فيك جزيل الشكر للأستاذ عبد الله الزماني نائب رئيس العلاقات العامة والأرشيف بدائرة الأشغال العامة بالشارقة.